خلني أبشر مصلح أن عمي أبو مشعان وصل. ألو ألو هلا مصلح. ألو هلا بهلول. أبشرك عمي أبو مشعان وصل. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف بهلول، أبى أقول لك نصيحة. اسهر على راحة الضيف، لا تخلي الضيف يسهر على راحته. خلاص أسهر على راحته. أبشر أبشر أبى أسهر على راحته. أبشر يا سلام يا حلال. واخذ يقول مصلح أسهر على راحة عمي أبو مشعان. يا سلام حلال عمي أبو مشعان من زمان ما شفتنا، يمكن يبي موية بروح أجيب له. المويه يبغى المويه سير جنب على طول. عمي ابو مشعان لو بغيت مويه هذه هي عندك. احلى العمي ابو مشعان، هذه المويه اللي بغيت. جزاك الله خير. يا سلام يا والله احلى العمي ابو مشعان. هو يستحي يمكنه جوعان. الله يهديك يا بهلول، الله يهديك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صلحتها له تحليل أبو مشعان. ما شاء الله ظميان عمي أبو مشعان، كله على يستحي عمي أبو مشعان. جلها بالعافية عمي ابو مشعان. تبي تاكل؟ يا بهلول يا بهلول ماني بجوعان، ما بياكل ما خلني ارتاح خلني انام. لا حول ولا قوة الا بالله وانا اليه راجع. براسك عمي ولا تعبت ان شاء الله. كنا الظاهر حر، خلني اسال عمي ابو مشعان. لا حول ولا قوة. أرفع المكيف ولا خليه؟ يا بهلول يا بهلول خل كلش، خل كل شيء في مكانه. أنا أبي أنام أبي أرتاح يا بهلول. لا حول ولا قوة. نعم نعم عمي أبو مشعان. نعم نعم. لا حول ولا قوة إلا إن شاء الله. الظاهر عمي أبو مشعان عمي أبو مشعان دايم يستحي. يمكن المخدة رافع راسه فوق. خلوه ما أخذ راحته في النوم. شوف يا بهلول سم. الله يهديك يا بهلول. اوقيتني عمي ابو مشعان، اوقيتني ما عاد لي بلاي من عندك. لا حول ولا قوه. ادعو عمي ابو مشعان. اصبر عمي ابو مشعان. عمي ابو مشعان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه.